وبشأن مخاطر فيروس كورونا ودخوله العراق، وللتعليق أكثر على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب الاختصاصي العراقي الدكتور إبراهيم سليمان. دكتور إبراهيم، بداية مرحبا بك. وزارة الصحة تسجل ثاني وفاة لمصاب بفيروس كورونا في بغداد، إلى أي مدى هذه الأرقام حقيقية، الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة في العراق؟ نعم، مساء الخير. مساء النور. آخر موقف لوزارة الصحة الوفيات عدد 3. نعم. الإصابات الرسمية 38 حسب الموقف الرسمي. نعم. إحنا بالنسبة كأطباء ودنيا حالات المشتبه بها أكثر من هذا الرقم. يعني إلى كم تتوقع أو يعني تحدد أو تقدر؟ والله بالستين 65 إصابة. لأن هسه اي نعم اليوم هسه بدي على جاني رقم 3 بكركوك 2 النوم اضافات جديده. طيب يعني هذه الاصابات بعدين. نعم نعم اكمل. نعم دكتور. نعم نعم, نعم. هذه الان معروفه المواقف الرسميه ما تعلن عن حقيقه. احنا الان نواجه بالعراق نواجه كادر تدريبي على التعرض للوبائيات ما عد. مستشفيات هم اختاروا اول مره مستشفى هذا المركز الصحي في حي الجهاد، والان مستشفى الخطيب اللي هي التويف بعيد على اساس الرصافه والكرخ هناك. صحة كردستان العراق أعلنت اليوم إصابة 2 من أفراد عائلة الإمام والخطيب الذي توفي بالأمس في محافظة السليمانية. ماذا يعني ذلك؟ يعني حتى في كردستان كورونا قد وصل ودخل وأدى إلى ما أدى. كردستان مفتوحة مع إيران إلى حد قبل يومين، يلا انسدت الحدود مع إيران، وأكو طرق غير شرعية للعبور. إحنا المآسي هسه الموجودة يفترض بدولة من دولة موبوءة إيران، هم الرئيس الإيراني دا يقول، وزارة الصحة الإيرانية دا تقول أكثر من 40% مصابين من الشعب الإيراني، إذا ما مصاب كارير يعني حامل للفيروس. لجنة الصحة النيابية تطالب بإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران لمدة شهر لمنع دخول الفيروس. يعني لماذا لم تغلق الحدود إلى الآن؟ يعني الفيروس أمره خطير جدا، لماذا هذه الإجراءات البطيئة؟ لماذا عدم إغلاق الحدود؟ ولا السلطة العراقية افتهمت عليها. نعم. للإيرانيين افتهمت عليها، وليس للوطن وليس للشعب العراقي. في هذه الحالة إذا كانت الحدود ستتم مفتوحة، يعني ما مدى خطورة ذلك وأنتم طبيب ويعني تقدرون حالات الإصابة بأكثر من 65 إصابة أو 65 حالة؟ هل تتوقعون مع عدم إغلاق الحدود أن تزداد هذه الأرقام؟ لا، اليوم هذه الساعة المضحك المبكي مجلس الوزراء يقرر غلق الحدود من يوم الاثنين. ليش يا بيوم الاثنين؟ أدري جمعة وسبت واحد واثنين، ليش؟ يعني أربعة أيام ها، وعلى شتمة المطار النجف وبغداد تصير مفتوحة تبقى. الأمر خطير جدا يعني على هذا النحو. مفوضية حقوق الإنسان في العراق حذرت من تحول البلاد إلى بؤرة جديدة للفيروس. يعني الآن إيران قد صارت بؤرة لفيروس الكورونا، الآن يعني العراق يراد تحويله إلى بؤرة جديدة أيضا. إلى أي مدى ترى أن العراق يعني في الطريق لتكون بؤرة مشابهة لإيران؟ طبعا سيد العزيز، البنى التحتية أنت من الحصار من 91 لل 2003 وما إجانا من بعد الاحتلال من 2003 إلى الآن بنى تحتية بالنسبة للصحة صفر، ما عندنا شيء بنى تحتية. يعني ما دابتي معنا، يعني هذا الشيء بده يصير بالبلد. ما أدري، ما أقدر أحكم أنا. شكرا لك، شكرا جزيلا الطبيب الاختصاصي العراقي الدكتور إبراهيم سليمان، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.